حبيبي ازيك يا حبيبي؟ حبيبي يا كابتن، كل سنه وانت طيب. انت ما اعرفش سمعت ولا سمعت الكلمتين دول؟ بحكي لهم كنت بعت انت فيديو على الجروب بتاع فرقه الشمس. يا كابتن الخط قطع، قولهم تاني. سامعني؟ بيقول لحضرتك قولهم تاني. قولهم تاني. ما سمعش كابتن. كنت بعت فيديو على الجروب بتاع فريق الشمس. لقطات ليك. ايه ده؟ ايوه صح. ايه ده؟ ايه الاداء ده؟ انا انبهرت والله. راجل محب للنادي الاهلي الاول. مساء الخير يا مساء الخير يا وليد، منورنا. اخبارك ايه؟ دكتور محمود حبيب. الله يخليك يا كابتن. والله ده واحد عاشق للنادي الاهلي يا اخي، راجل جميل. كل شويه يروح مختار نجم كده يروح منزل له اهداف. حاجه جميله. ما عنديش انا ولا كورنر حتى. لا الاداء، انت فاكر الفيديو؟ انت عارفه اكيد، بعته. يعني للزملاء على الجروب بتاع فريق الشمس. هو كابتن محمود اتخض بصراحه. يعني هو يعني بيقول لك، هو يعني طبعا عارف انك لعيب كويس، لكن اتخض من كم المهارات وال يعني حاجه غير طبيعيه. الحمد لله. يعني انت من، انا شايف ان انت من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. ربنا والله بدون مجامله يا وليد. بس ده حقيقي. اللي ما كنتش بعرف ارقصه انت والله. والله يا كابتن محمود يسيبك تستلم وبعدين يقف، ما تعرفش. فاكر اللي فوق الجوع اللي بيتحط دوت وخلاص، الحيطه بتتحط. بالظبط كده. مبروك يا كابتن وليد، وان شاء الله عقبال النهائي يا رب نفرح بيه هنا في بيتنا الكبير. عايز تقابل الرجاء ولا الزمالك؟ يا رب ان شاء الله. مبروك على كل الاهلاويه. لا طبعا عايز اقابل الزمالك، يعني ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك في مهمته مع الرجاء، ويا رب ان شاء الله النهائي مصري خالص، وتبقى حاجه جميله جدا ان احنا ان شاء الله نكسب المباراه النهائيه من نادي الزمالك، نقول المنافس التقليدي، وتبقى حاجه جميله، ونبقى متسيدين عرش افريقيا. يعني حاجه جميله لما يبقى نهائي دوري الابطال لاول مره في التاريخ بين ناديين مصريين. صحيح، هتكون من نوع خاص، حتى الفوز يعني بيها ان شاء الله هيكون برضو من نوع خاص. والله ان شاء الله باذن الله. يعني الله. كمان والله انا من خلالكم حتى كمان اتمنى الدكتور محمود والكابتن هاني وحضرتك تتبنوا فكره مبادره ان احنا ان شاء الله باذن الله بعد ما نادي الزمالك يوصل تبقى مبادره لنبذ التعصب. مبادرة لأن الأهلي والزمالك دول الكبار بتوع أفريقيا. إن شاء الله بإذن الله تبقى مباراة جميلة، ويا رب أنا أتمناها بحضور الجماهير. يا ريت الكاف طبعا هيوافق طبعا 100%. الكاف نفسه المباراة النهائية يبقى شكلها كأحسن ما يكون. إحنا لو الناحية الأمنية وافقت، ولو اللجنة الخماسية أقرت، حتى لو 2000 و2000 حتى 1000 و1000 ويبقى في تباعد وتبقى مباراة نهائية تليق بقطبي الكرة المصرية. بس كابتن وليد، لما تتكلم عن حضور الجماهير ما تتكلمش في أقل من 10,000، وأنت عندك استاد القاهرة كبير يعني يساعد ده، وتقدر تعمل التباعد الاجتماعي ده بشكل يعني صحيح وتطبقه بشكل جيد، والإجراءات الوقائية يعني شايفين النهاردة يعني إزاي وزارة الشباب والرياضة بتطبق البروتوكول ده على أكمل وجه. ما احنا جربناه في الدورة أهو لما رجع. فانت خليني اتفق معاك. ليه 1000 و1000؟ ليه؟ عايز ابقى مطمن زياده في الدخول وفي الخروج وفي، يعني انا عايز بس حابب ان يبقى في، هي فكره ان في صوت يا وليد. عايز صوت إيه؟ صوت الجماهير حتى الفيدباك. برافو عليك. صوت وشكل وفرقه بيساندها جمهورها، بتدي رد فعل للعيبه في الملعب، يعني ده مهم. طب انت قلت كلمه مهمه، الكاف هيوافق؟ طبعا 100%. الكاف ده الكاف اللي هيطلب مننا. الكاف يتمنى المباراه النهائيه بجمهور. على مدار التاريخ حتى دايما لازم قبل النهائي والنهائي يتلعبوا بجماهير. ايوه بس انت في الظروف استثنائيه ممكن هو طبعا يعني هو ممكن لا. يعني هو ممكن الكاف هو يحب كده طبعا، واحنا كمان نحب كده، لكن ظروف الكورونا والاجراءات الاحترازيه ديت بتفرض نفسها يعني بتفرض نفسها بشكل كبير. احنا نتمنى والكاف يتمنى، وان شاء الله لو تم ده احنا كلنا هنكون مبسوطين. يعني انت بتتكلم في عنصر مهم جدا غاب عن ملاعبنا، واعتقد وجوده في الملعب زي ما بنقول هيدي رونق خاص وطبع خاص للمباراه النهائيه، خاصه ان شاء الله تكون ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك. خليني اسالك يا وليد على مباراتي الوداد، يعني المباراتين بتوع الوداد انت شايفهم ازاي،
ومباراة طلائع الجيش، يا ترى تكون استعداد وبروفا للمباراة النهائية ولا ممكن تكون يعني ليها حسابات مختلفة؟ يعني أنا الحمد لله بعد مباراة الوداد الأولى يعني طلعت وعندي فيديو مسجل قلت بالظبط كده، النادي الأهلي إذا لعب المباراة الثانية بجدية الوداد هيزعل وهيزعل قوي، وكنت متوقع بصراحة نتيجة 4 أو 5، يعني كنت شايف فرق الإمكانيات كبير قوي من مباراة الذهاب، واضح جدا، واضح إن الفرقة يعني بلغة الكورة كده كابتن هاني يا كابتن محمود فائت مع مستر موسيماني، خلاص اللعيبة متحررة في الملعب، اللعيبة كلها بتأدي بشكل رائع، كل اللعيبة مستواها عالي جدا، فبالتالي كنت متوقع ده، وكنت متوقع ده يعني أكتر من كده كمان. يعني حتى حضرتك كان ليا مداخلة برضو واتقال لي إن النادي الأهلي ممكن يعمل نفس اللي عمله، قلت لا الأهلي هيعمل نفس اللي عمله وأكتر. فدي نتيجة طبيعية جدا، 5-1 وإن كانت غير متكررة في مباريات قبل النهائي، لكن النادي الأهلي عملها بشكل كويس قوي، كان يقدر يزيد حصيلة الأهداف، لكن الحمد لله. مباراة طلائع الجيش أظن إن لازم المستر موسيماني أو الجهاز الفني يحط خريطة كده كابتن هاني، يدي كل الناس اللي محتاجة، يعني واحد زي كهربا برضو مشاركاته قليلة يلعب، واحد زي صالح جمعة ممكن تحتاجه في بعض أوقات المباراة يبتدي، واحد زي ممكن بدجي من الأول مظبوط ياخد نريح نريح آلي ديانج وندي حمدي فتحي مثلا، يبدا بحمدي فتحي على سبيل المثال. جدا ممكن في عنصر انا من وجهه نظري غايه في الاهميه اللي هو محمود وحيد، الباك الشمال طبعا، ممكن احمد فتحي ما يبقاش معاك في المباراه النهائيه ضد الزمالك مثلا، اكيد فهتبقى محتاج ان لازم البديل بتاع علي معلول رجله في الملعب. صحيح، ففي اماكن اظن انه فرصه ومباراه ان شاء الله تتويج النادي الاهلي ببطوله الدوري ويسلم الدرع ان شاء الله في الاستاد وتبقى تجربه كويسه ان شاء الله باذن الله تكون تجربه كويسه وتكون استعداد ده ان شاء الله للمباراه النهائيه يوم 6 نوفمبر، ده الشاغل الاساسي، وان شاء الله باذن الله بقى نفرح يوم 6 ان شاء الله كابتن وليد يا رب. وتشرفنا وتنورنا وتحتفل معانا هنا في البيت الكبير ان شاء الله بإذن الله إن شاء الله. الشرف لي يا كابتن. شكرا كابتن وليد صلاح الدين، شكرا جزيلا.